إذن متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم، وكما شاهدتم قبل قليل في هذه المشاهد والتي تم توثيقها قبل لحظات قليلة فقط مساء اليوم في تونس، مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام ديال قيس سعيد، النظام التونسي ديال قيس سعيد الذي صراحة منذ أن بدأ الحكم في تونس وتونس غادية للوراء، خصوصا بعدما ارتمى في حضن النظام الجزائري، ارتمى في حضن النظام الجزائري وبدأ يتلقى التوجيهات للنظام الجزائري من قبل استقبال من بطوس زعيم مرتزقة البوليزاريو الانفصاليين، ومنذ ذلك الحين وتونس غادية للور، غادية للوراء. على المستوى الاقتصادي أزمات خطيرة جدا، لأول مرة أنا في حياتي كنشوف طوابير في تونس، لأول مرة كنشوف مشاكل اقتصادية فيما يتعلق بالمواد الغذائية، فيما يتعلق بالعديد من الأمور. والنظام التونسي هو يمثله الرئيس قيس سعيد، بدل أن يستجيب ويتعامل مع هاد الأمور المتعلقة بالمشاكل الداخلية بطريقة حكيمة ورزينة، ويقلب على حلول ويتشاور مع الأطياف السياسية ويكون هناك باب مفتوح للانتقاد وما إلى ذلك، لا، هو ذهب ليمارس ما يمارسه النظام الجزائري في الجزائر، وهي الاعتقالات، التضييق على الحريات، يعني الحديث على المؤامره والحديث على الايادي الخارجيه والحديث على وهذه المساله ماشي كنقولوها اعتباطا. انتم المتابعين الكرام سمعوا هذا الفيديو هذا واراكم بعد قليل. مقدس
فالحفاظ على وحدة الدولة التونسية، ولم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق أن تم التنصيص في الدستور على أن تونس دولة موحدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها. فالخطر كان محدقا، لأن النية كانت تتجه نحو إنشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل، بل ولتفجيرها. فكما سمعتم، هو الآخر يكرر نفس الأسطوانات ديال النظام الجزائري، المؤامرة والمؤامرات والمخططات وتفكيك الدولة وتقسيم الدولة وما إلى ذلك من هذه الشعارات، لكي يجد الذريعة باش أنه يعتقل، باش أنه يعذب، باش أنه يقمع، باش أنه يلقى السبب باش يمسك يعني الحكم بالقوة ويبقى في الحكم بالقوة. والآن حتى تونس هي قربت في الانتخابات، علم الله كيفاش غادي تدوز الانتخابات ديالهم، خصوصا وأن قيس سعيد هو الآخر بدأ في اعتقال المنافسين ديالو على يعني المنصب ديال الرئاسة، على المرشحين على الرئاسة ولا في الانتخابات الرئاسية. يعني نفس ما يحدث في حضيرة الجزائر يحدث في تونس، والسبب أن هذا المبرز قيس سعيد مشى ارتمى في الحضن ديال النظام الجزائري وبدأ يقلد النظام الجزائري حتى فيما يتعلق الأمر بالقمع وما إلى ذلك من هذه الأمور. لكن هل سوف يصمد القيس سعيد أمام هذه المظاهرات اللي خرجت، وعلى ما يبدو أنه سوف يكون هناك تصعيد في قادم الأيام، لأنه اتخذ إجراءات جديدة ضد الحريات وضد التظاهر ضد ما إلى ذلك من هذه الأمور، فهل سوف يصمد أم سوف ينجح في قمع الشارع التونسي تماما كما قام بذلك النظام الجزائري والذي يحكم اليوم بالقوة العسكرية والأمنية والمخابراتية؟ في نهاية المطاف، كل هذا النوع من الأنظمة الاستبدادية والقمعية وما إلى ذلك، المصير ذلك يكون مصير كل الدكتاتوريات في العالم، مصيرها السقوط في نهاية المطاف. قيس سعيد بلاص انه يمشي يخدم على راسه، يخدم على البلاد ديالو، يقدم استراتيجيه اقتصاديه باش يحل المشاكل ديالو ويبعد على هذه النظريات ديال المؤامره والايادي الخارجيه، واي حاجه وقعت في تونس السبب ديال المؤامره وما عرفتش شنو، ما عرفتش كاع شكون هادو اللي كيتامروا عليه، ما عرفتش شكون هاد المؤامره. حنا بعدا في حضارات الجزائر عارفين انهم اي حاجه كتوقع كيجيو كيسميوها في المغرب، كيجيو كيلصقوها في المغرب، اي مصيبه توقع عندهم يجي يقول لك المغرب. هادو ما عرفتش، هاد قيس سعيد ما عرفش فين كيسميها بالضبط، ولكن على كل ماشي مستبعد يقول لك حتى هو باللي المخزن الشرير هو اللي كيتامر عليهم. كلشي يعني توقعوه من هاد العقليه التافهه اللي هي مستنبطه من العقليه ديال النظام الجزائري. متابعينا الكرام، راكم في فيديو قادم على مزيد من التفاصيل. غالبا الى الله وعاشت المملكه المغربيه الشريفه.